سلام الله عليكم. لماذا أصبح حزب العدالة والتنمية مكروه من طرف الجميع؟ لماذا سينتهي هذا الحزب تماما؟ البعض يقول أنه يخدم المخزن، والبعض يقول أن الحزب عدو للمخزن، وهناك بعض الضبابية حول هذا الموضوع. لكن الحقيقة هي كالآتي: أن حزب العدالة والتنمية أصبح مكروه من الجميع، من طرف الشعب والمخزن. ببساطة، حزب العدالة والتنمية اليوم مكروه من طرف المخزن بسبب أنه إسلامي إخواني، وكما نعرف أن هؤلاء مكروهين في كل الدول العربية من طرف الأنظمة الحاكمة بسبب هذه الأيديولوجيا. لكن حزب العدالة والتنمية كان في موضع قوة في 2011، لذلك انحنى له المخزن ثم جهز له خطة استعمله بها. الآن انتهى الربيع العربي وحان وقت التخلص من هذا الحزب. ومكروه من طرف الشعب لأن هذا الحزب قام بإفقار الشعب، هجم على جيب الشعب. هذا الحزب قام بإلغاء صندوق المقاصة عوض أن يفرض ضريبة على الثروة مباشرة على الأغنياء والذين يشكلون نسبة ضئيلة جدا 2% أو أقل في الشعب المغربي. وبالتالي فإنه قد أصبح هذا الحزب عدو مشترك للشعب وللمخزن. والشعب اليوم عرف أنه قوي ولا يحتاج حتى إلى حزب إسلامي لكي يحافظ على قيمه الدينية وأن يفرضها على الدولة. إذن هذا الحزب انتهى تماما وصراحة لا يصلح لشيء، لم يفيد لا المواطن ولا المخزن، عبارة عن ناس سذج ساذجين تماما. يكفي أنهم يتعاملون بحزنية مع المخزن. انتهى وقتكم، استعملتم كورق الحمام من طرف النظام، والشعب كره طلتكم ولغتكم. كل ما أقوله لكم لهذا الحزب هو تبا لكم وإلى الجحيم. لقد كنت من المؤيدين لكم بصراحة. شعاراتكم كانت رنانة: محاربة فساد ومرجعية إسلامية معتدلة وصورة جيدة جدا. الآن أصبحتم عبارة عن جبناء تخدمون الفساد وتحاربون المسكين. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.